قصد إضراره بالنظرة كذلك ما يجوز. إذا كان النظر باختياره لا يجوز له. بعض الناس والعياذ بالله مو باختيار تغلبه العين نسأل الله العافية لما في قلبه من الشر تسبقه العين، عين حق. لكن إذا كان يختار النظرة بعض الناس يستطيع يختارها نسأل الله العافية فلا يعاقب. إذا عرف أنه يختارها يعاقب. حتى قال بعضها العلم إذا عرف بالنظر وأن يؤذي الناس بالعين يحبس، يحبس في محل لا يرى فيه أحد حتى يسلم الناس من شره نسأل الله العافية. أما إذا كان يضر باختياره يقتل ويمرض باختياره فإنه يقتص منه إذا كان باختياره. إن قتل قتل، وإن آذى بشيء عوقب على ذلك واقتص منه في ذلك كما ذكر ذلك غير واحد من العلم نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس قد يقع على اختيار، بعض الناس ما هو باختياره نسأل الله العافية. حدثني من لا أتهم أن شخصا جاء إلى آخر في بلاد من البلاد في بلاد الخليج فمر على بيته وطلب ونظر في حوش في غنم فتكلم بكلام فإذا هي متسرعة موتى كلها الغنم. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهله ما الأمر، قالوا مر علينا فلان وطلع عليها وتكلم كلام هذا الشغال وماتت. فقال فلان، قال فلان، فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعمر بيت مدلاه لغيره. فقال أنت مرت على غنمي فعلت ما فعلت، أنت مخير هم فيك ولا في العمارة. فقال لا دعني أنزل، فنزل من العمارة وسقطت العمارة. هذا شيء عظيم لأهل النظرة، لهم أشياء خبيثة نسأل الله. يعني عقبوا مثل عمل نسأل الله. لهم أشياء يفعلونها بعض الأحيان بخيارهم.